خلوني أقول اسم الفايزة بجائزة منتر العربية لعام 2016 عن فئة الإناث وهي السيدة لجين العبيد. تفضل. لجين العبيد، هطلب منك انك تقولي كلمة للسيدة الحضور بعد اذنك. تفضلي. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قراراتنا، اختياراتنا، our choices. خلوني احكي لكم قصتي مع القرارات في حياتي. لما كان عمري 7 سنين، أمي كانت تقول لي، الله يحفظها ويطول لي بعمرها، لجين إذا تكلمتي بالكلمة ملكتك. عرفت وقتها أن اختياري للكلمات راح يأثر على مسار حياتي. لما كان عمري 10 سنين، رحت مع الوالدة لتوزيع الأرزاق في أحد الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض. وأول ما دخلت السيارة إلى الحي، تجمعوا العوائل حولنا، وكانوا يضربون بيدينهم على السيارة لأنهم يبغون يكونون في الدور الأول لأخذ الأرزاق. كل طبعة يد على السيارة كانت طبعة يد على قلبي، لأني كنت أنا أبغى أغيرها، وكان قراري بهذاك العمر أني أنا أبغى أوقف الناس يطبعون يدينهم في أي مكان وأنهم يطلبون أي شيء. لما كان عمري 17 سنة، كنت أداوم في دار الرعاية للعجزة في الرياض، وكان في بشرة عمرها فوق 70. بشرة عندها ابتسامة لو وقفت قدامكم نورت الغرفة كلها، كانت بشوشة دائما. كان قرارها في الحياة أنها تجمع مبلغ عشان تبني مسجد، راتبها الشهري ما يتعدى 25 دولار. كنت أقولها بشرة ليش تجمعين المبلغ؟ ما يحتاج. قالت لأن المسجد في خير والناس تبي الخير، أنا أبي أسويه. توفت بشرى. قراري كان أني أكمل حلمها وأنا بالثانوي، وأني كمان أبني أماكن فيها خير مختلفة للناس في الدنيا. السنة الماضية كان قراري أني أترك كل شيء وراي وأني أنضم لبرنامج زمالة آكيمن، وبالفعل تم تدريبي في نيويورك، تدريب جدا عالي للقيادات الشابة في القطاع الاجتماعي، ورحت للهند. أمضيت 10 شهور من حياتي في أماكن اضطريت أركب القطار ليلتين ورا بعض أنام فيه عشان أوصلها. كانوا الأهالي قرارهم أنهم يرسلون الأطفال للمدرسة مو عشان التعليم، بس لأن فيه شوية رز الحكومة تعطيك إعانة للطلاب في ذيك المدارس. كان في أصوات كثيرة وقصص أكثر ما بعد وصلت لنا، ولا قصة ممكن توصل إلى المجتمعات اللي إحنا عايشين فيها والفقاعات اللي إحنا قاعدين نعيش فيها، لأن ما إحنا قادرين نوصلهم. كان قرار إني أكون صوت لمن لا صوت له. قبل 6 سنين أنشأت منظمة تسامي، وهي منظمة غير ربحية تدعم رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب في المنطقة. تركيزي كان على السعودية لأنها منها نشأت، وأنا أبغى أوصل المنطقة العربية وأبغى أساعد أكثر. تجينا إيميلات كثيرة كل يوم من شباب في شتى أنحاء الوطن العربي، من حلب في سوريا أثناء الحرب، من قطاع غزة، من البحرين، من عمان، من تونس، من ليبيا، من عرب يعيشون في كوريا، من عرب يعيشون في أمريكا. كلهم تواقين للإرشاد، كلهم تواقين لأي دعم يطورهم ويطور مهاراتهم. في كثير منظمات ممكن تأخذ هالإيميلات وتعرضها كأرقام كإنجاز أنهم وصلوا لهالشباب. أنا قررت أني أنا ما أخذها، لأن أنا أبغى إنجازي يكون أني أنا وصلت لهذول الشباب،
أني أنا ساعدت هذول الشباب، وهذا كان قراري. اليوم أنا واقفة قدامكم لأن منتر العربية والقائمين عليها والداعمين لها وكذلك لجنة التحكيم كان اختيارهم لي. أنا آخذ هذا الاختيار كمسؤولية وليس كبريفليج. أنا آخذه لأن أبغى يدفني القدام، أبغى يساعدني أكثر. إحنا في عالم عربي مليء بالجمال، ولكن يحتاج الشباب العربي إلى قدوات أكثر. فشكرا لكم.